يا صباح الفل من تركيا وبالتحديد من مدينة إزمير. في بداية الفيديو حابب أوضح نقطة، بأن أنا لما عملت التشانل دي أو قناة اليوتيوب كان الهدف الأساسي أن محتوى القناة يكون متعلق بالسياحة والسفر، لأن بصراحة يعني دي أكتر حاجة أنا شخصيا بحبها، وبالفعل بحاول كل ويك إند أروح أماكن ومدن مختلفة سواء داخل تركيا، ومستقبلا إن شاء الله بخطط كمان أزور دول مختلفة. لكن بشكل يومي بيوصل لي عدد كبير من الرسائل سواء على انستجرام او على الفيسبوك، الاسئله كلها متعلقه بالحياه والمعيشه داخل تركيا. ففي الفيديو ده هحاول قدر الامكان ارد على الاسئله اللي بتتكرر بشكل مستمر. وبصراحه ما حبيتش اسجل الفيديو وانا قاعد في البيت او قاعد في مكان واحد، حبيت في نفس الوقت اخرج واقضي يومي هنا في مدينه ازمير بحيث تتعرفوا على اجواء المدينه هنا. فيلا بينا نبدأ جولتنا. أنا في إزمير مقيم في منطقة جميلة جدا اسمها آل سنجاك، المنطقة موجودة على ساحل البحر. النهارده كمان الويك اند، فمعظم الناس بتخرج وتقضي يومها على البحر. النهارده حاليا هستخدم الفيري هروح على الشط او الجانب الاخر من البحر، منطقه اسمها قارشياكا. فيلا بينا. لسه فاضل تقريبا 10 دقايق على ميعاد الفيري، فحابب في الوقت ده اجاوب على واحد من الاسئله اللي بتتكرر بشكل كبير جدا سواء في الرسائل او في التعليقات، وهو بخصوص هل في عنصرية من الاتراك تجاه العرب او نوع من الاضطهاد تجاه العرب بشكل عام. فانا هحكي عن تجربتي الشخصية. انا بزور تركيا تقريبا من عام 2014، زرت تركيا اكتر من مرة، كانت جماعها بغرض السياحة، يعني كنت بقضي فقط اسبوعين ثلاثة، وحاليا انا مقيم في تركيا. فبالتالي رأيي مبني على أساس أن أنا جربت البلد كزائر أو كسائح وكمقيم. وبصراحة يعني خلال الزيارات بالكامل وخلال مدة إقامتي الحالية مفيش أي نوع من العنصرية لمسته من الأتراك، بل بالعكس يعني أنا عندي أصدقاء أتراك مقربين جدا، أقمت معاهم في بيوتهم مع عائلاتهم، وبصراحة يعني ما شفتش منهم غير كل خير زي ما بيقولوا. فأنا عارف ممكن ناس تانية ما تتفقش معايا في الرأي ده، ممكن هم كانت ليهم تجارب سلبية، لكن أنا على المستوى الشخصي تجربتي بالكامل إيجابية بنسبة 100%. يعني وصلت حاليا منطقة قارشياكا، طبعا الماسك اجباري في الشوارع الرئيسية في المواصلات، طبعا في غرامة 900 ليرة لو حد مش مرتدي الماسك. Gracias.
من الأسئلة أيضا اللي بتتكرر بشكل مستمر هي عن أسعار إيجارات الشقق في تركيا، أو بالتحديد في إزمير المدينة اللي أنا عايش فيها. بالنسبة لي السؤال ده للأسف مش بقدر أقول رقم محدد، يعني مش هقدر أقول إيجار الشقق ب 1000 ليرة أو 2000 ليرة، لأن الموضوع بالكامل بيتوقف على مواصفات الشقة المطلوبة، الموقع الخاص بالشقة. فعلى سبيل المثال يعني المنطقة اللي أنا موجود فيها حاليا كار شياكة، لو تشوفوا هنا البيوت، هو غالبا كل البيوت اللي بتبقى موجودة في تركيا بتكون مباني قديمة، يعني مباني عمرها ممكن يكون 30 أو 40 سنة، لأن أكيد عارفين تركيا من الدول القديمة يعني. فمتوسط الإيجار بالنسبة لي الشقق في شارع زي اللي أنا فيه حاليا ممكن 2000 ليرة أو أكتر، لأن قرشياكة من الأماكن يعتبر المركزية في إزمير. لكن عامة هسيب لكم لينك أو رابط لموقع بيتم استخدامه هنا في تركيا للبحث عن إيجارات الشقق، موقع أو تطبيق اسمه صاحب دان، فإن شاء الله هسيب لكم الرابط تحت بحيث لو حد حابب يعرف تفاصيل أكتر. بصراحة استخدام الماسك ده شيء غير مريح بالمرة، خاصة في فصل الصيف. كمان هنا في إزمير الصيف درجة الحرارة عالية بصراحة، يعني توصل ساعات ل 30 و 35 درجة. بشكرة كمان ان الماسك بيتحرك، لكن للأسف مضطر ألبسه عشان هنا الشوارع زحمة. %50'ye kadar indirim kazanma şansı. Yapmanız gerekenler çok basit. Dart'ı vuruyorsunuz arkadaşlar, gereken gerçekten çok basit. Dart oyunuyla %50'yi vuran herkese %50 net indirim var şu anda. من الأكلات اللي بحبها جدا هنا في تركيا المحشي، أو زي ما بيقولوا عليها هنا في تركيا الصرمة. طبعا هنا بيعملوا دايما المحشي اللي هو ورق العنب، بيكون معمول بزيت الزيتون، بصراحة طعمه خطير، طعمه جميل جدا. أنا لسه موجود في منطقة كار شياكة، زي ما انتم شايفين يعني منطقة سكنية بشكل كبير. حابب اوضح او اجاوب على سؤال متعلق بفرص العمل ومتوسط الرواتب في تركيا. كنت عملت قبل كده فيديو بشكل كبير عن النقطة دي، هتلاقوا الرابط بتاع الفيديو موجود فوق هنا. اللي حابب اوضحه بس ان تركيا ما تتوقعش ان هي دولة زي دول الخليج، يعني هنا فرص العمل المتاحة عددها قليل جدا، والبلد بالفعل فيها نسبة بطالة، فبالتالي أي فرصة عمل بيحاولوا قدر الإمكان إن هي تكون مخصصة للمواطن التركي. فبالتالي لو مطلوب موظف أجنبي لازم يكون في مواصفات يعني بتتطلب إن يتم توظيف شخص أجنبي في الوظيفة دي، سواء بقى بناء على اللغة، على الكواليفيكيشنز أو المؤهلات بتاعته. لكن بشكل أساسي هنا عشان تلاقي وظيفة في تركيا لازم تحاول قدر الإمكان تكون لغتك التركية جيدة، أو حتى تكون يعني بنسبة معقولة تقدر تعمل محادثة باللغة التركية. تاني حاجة بالنسبة لي الرواتب، هنا برضو المتوسط الرواتب ممكن يكون بين 4000 و 5000 ليرة تركية. فده بس اللي حبيت اوضحه بالنسبه للنقطه دي. اكيد طبعا الراتب بيتوقف على نوع الوظيفه بالتحديد، لكن كمتوسط ممكن يعني تتوقع في الحدود دي 3000 4000 او لغايه 5000 ليره لو شخص لسه خبرتك قليله. انا حاليا هاخد الترام وهروح لشوبينج مول اسمه هيل تاون كارشياكا. في رأي الشخص ده افضل شوبينج مول موجود هنا في ازمير. هسيب لكم اللوكيشن واسم المول بالكامل في الوصف تحت الفيديو، بحيث لو حد حابب يزور المول ده.
انا خلاص وصلت عند المول اسمه هيل تاون كارشياكا، مول جميل جدا هتشوفوه من جوه كمان شويه. لكن قبل ما ادخل المول في نقطه حابب اتكلم فيها، ان لو حد بيفكر جديا انه ينتقل ويستقر هنا في تركيا، فانا نصيحتي الشخصيه انه لازم يجي هنا الاول بشكل مبدئي، يعني يتعرف على البلد، يقعد هنا مثلا اسبوعين ثلاثه اللي هي على حسب مدة الفيزا السياحية أو التأشيرة السياحية بتاعته، بحيث خلال المدة دي يقدر يقرر إذا هو مرتاح في البلد وحابب يكمل فيها أو لا. لأن أنا شخصيا عملت كده، يعني أنا جيت قعدت تقريبا شهر كامل اللي هي مدة التأشيرة. خلال الشهر ده حاولت قدر الإمكان يعني أزور أكتر من مدينة وأتعرف على جميع المدن، وبعد كده خدت القرار. فده بس اللي حبيت اقوله، ان فعلا ممكن هتتفرج على فيديوز كتير وتسمع اراء ناس كتير، لكن كل واحد بيكون ليه المنظور بتاعه، لان هي الحاجات كلها نسبية. يعني في حاجات ممكن تكون بالنسبة لي ايجابية بالنسبة لأي حد اخر، او بالنسبة لك لو بتفرج على الفيديو تكون ليك وجهة نظر مختلفة. فده بس اللي حبيت اقوله. دلوقتي هدخل المول، فيلا بينا. الفود كارت في المول هنا المفترض فيه اوبشنز كتير جدا، لكن للاسف اكتر من مطعم لسه قافل تقريبا بسبب لسه الكورونا. فانا اللي لقيته او اللي اخترته المينيو دي، سعرها ب20 ليرة، عبارة عن ساندويتش برجر فراخ زائد البطاطس زائد الناجتس وطبعا المشروب والصوص. لكن هو الطبيعي المفترض فيه اوبشنز كتير، وانا كنت جاي بصراحة مخطط اكل حاجة تانية خالص، لكن للأسف المتاح حاليا فقط برجر كينج، وحتى في حاجات كتير كويسة هنا لكن للأسف لسه ما اشتغلتش او لسه ما بدأوش يفتحوا تاني بعد الكورونا. وهو ده كان يوم النهارده في مدينه ازمير. بصراحه مش حابب يكون الفيديو مدته اطول من كده، حبيت بس انقل لكم بسرعه الاجواء الموجوده حاليا في تركيا بشكل عام او بالتحديد في ازمير، وارد على بعض الاسئله. اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو عندك لسه اي استفسارات او اسئله اضافيه تسيبها تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليها كلها. ولو لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى تعمل اشتراك. بس كده والسلام عليكم.